من جوار مرقد المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وفي رحابه الطاهر بدأت رحلة البحث الثانية في المخزون التراثي الكبير لفكر أهل البيت عليهم السلام. وفي مساء يوم الخميس الموافق للعشرين من ذي الحجة، وعلى قاعة الإمام الحسن عليه السلام، انطلقت فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان منهاج الأئمة عليهم السلام في تربية الفرد والأمة. هذا المؤتمر الكريم الذي حرصنا أن نجمع جميع البحوث في هذا الأسبوع، أسبوع الإمامة، باعتبار أن مركز الإمامة يبدأ من أمير المؤمنين، يبدأ من علي عليه السلام وينتهي بالإمام المهدي سلام الله عليه. ففارضين المؤتمر وفق هذه الرؤية، يعني البحث أو المؤتمر ليس مؤتمراً لبيان الفقه الخلاف أو كلام الخلاف. قراءات محترمة والأروقة العلمية والحوزات والمعاهد العلمية بحثت عن هذا الأمر كثيراً ولا زالت تبحث، وألفت الموسوعات والكتب وإلى الآن، وهذا كله له مجاله. حديثنا فارضين أننا فهمنا من هذا اليوم المبارك هو الإمرة لأمير المؤمنين عليه السلام وتنصيب أمير المؤمنين، وهو أولى بنا من أنفسنا كما كان النبي صلى الله عليه وآله أولى بنا من أنفسنا، وهذا هو الذي صدره النبي صلى الله عليه وآله. فالمهنأ هو النبي صلى الله عليه وآله، لأن الآية تقول والله يعصمك من الناس. واستمرت فعاليات الأسبوع على مدى 8 أيام متنقلة بين ربوع المؤسسات الفكرية والثقافية والتعليمية للعتبة المقدسة. نشكر المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد السيستاني سلمه الله تعالى، والأفاضل والأعز في العتبة العباسية المقدسة لتشكيل هذا المؤتمر العظيم، سيما سماحة آية الله السيد أحمد الصافي دامت بركاته. أعتقد أن تأثير هذه المؤتمرات في العتبة العباسية جدا مهم من أجل أن تنقل الحكمة من الشيعة إلى بلدان أخرى وإلى العالم أجمع. على سبيل المثال، أنا أتيت من ألمانيا والآخر أتى من أمريكا، نأخذ معا شيئا ونرجع إلى بلداننا ونتحدث به. هذا المؤتمر في الحقيقة هو عبارة عن فرصة تاريخية وحضارية وفرصة مهمة يمكن أن تعتبر منطلق لكي يبدأ الباحثون بالتركيز على دراسة وبحث وفحص وتنقيب هذا التراث الغزير والغني بمفاهيمه والواسع بأبعاده. عندنا في قارة السمراء، يعني من خلال هذه المؤتمرات نفهم، والناس الكثيرون يعني يتفهمون ويستبصرون من خلال هذه المؤتمرات. من مؤتمر الإمام علي عليه السلام وإلى مؤتمرنا هذا في اليوم 8، وهو مسك الختام والذي يختص بالإمام الحجة ابن الحسن عليه السلام، كان بينهما 10 مؤتمرات عقدت تباعا مسلطة الضوء على الأنوار المحمدية نور بعد نور. وقد شهدت هذه الأيام ولادة أكثر من بحث رصين أنجبته أقلام حوزوية وأكاديمية عملت على إثراء المكتبة الإسلامية بشذرات من سير الأئمة عليهم السلام
وفق رؤى عصرية جديدة وبأفكار كانت معظمها أبكاراً. أنا أعتقد أن كربلاء قد تغيرت كثيراً وأصبحت جذابة للناس في أنحاء العالم الذين يودون الزيارة وأيضاً الذين يسعون للعلم، وأصبحت مركزاً للحوار بين الأكاديميين وبين العلماء من الحوزة في النجف. ومن الرائع أن ترى أن العتبة العباسية قد وفرت منصة للانخراط في مثل هكذا حوار. لقد دهشت وأذهلت من كل الأشياء الإيجابية في هذا المؤتمر، من التنظيم، من الإقامة، من الإيواء، من كل شيء. في كل عام وفي كل مناسبة أجد أن العتبة العباسية ترفع مستوى الأداء والتميز. كما تضمنت أيام أسبوع الإمامة فعاليات متعددة أخرى، بدءا من تكريم مجموعة من الشخصيات التي لها الأثر البارز في الساحة العلمية والتي تختص بموضوع الإمامة، مرورا بمعرض للصور وورش فكرية، فضلا عن مؤتمر أسبوع الإمامة باللغة الإنجليزية وأمسية قرآنية وجلسات بحثية نسوية، وصولا إلى إعلان النتائج الخاصة بالمسابقات الشعرية والقصصية والتصوير الفوتوغرافي وتكريم الفائزين. أدعو كل المسلمين لمعايشة هذه الروحانية بجوار مراقد ومشاهد الأئمة عليهم السلام. أنا أعتقد أنه لسوء الحظ الناس في أوروبا لا يعرفون عن العراق، وأن صورة العراق قد شكلت من قبل الإعلام. وأنا أعتقد أن من الرائع أن العتبة العباسية دعت هؤلاء الأكاديميين، وأنا أقترح عليهم أن يدعون الكثير من الأكاديميين من الغرب إلى كربلاء لكي يجربوا كربلاء ويجربوا العراق وأن يروا العمل الكبير الذي العتبة تفعله. أود أن أقول للجميع تعالوا إلى هنا وشاهدوا كيف يعيشون الناس الشيعة، وإنه جدا مهم. على سبيل المثال إن أكثر المسلمين في ألمانيا هم من السنة، وإنهم بعيدين عن العراق ولا يعلمون عن الشيعة شيء، وعندما يأتون إلى هنا سوف يكونون سعداء ويكونون ممنونين لكل شيء. نحن متعودون يعني على هذه الأجواء وهذه الحفاوة وهذا الاستقبال وهذا التنظيم وهذه الروعة من العتبة العباسية. والله هي مشاعر ينتبه إحساس بالتقديم، كل الشكر وكل الإعزاز وكل التقدير، أولاً لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وده يعني مش غريب على أهل العراق. ما رأينا إلا جميلة، ما رأينا إلا الأشياء الإيجابية، الحق ولله. والله وكل الإخوة اللي معي في أخ تونسي أخ جزائي اندهشوا من التنظيم المحكم والدقيق في كل شيء. ونشكر الله تعالى بوجود مثل هذه العتبات ومثل هذه الأعمال التي تقيم به. يعز علينا الفراق، لكن حال هذه الدنيا يقتضي بأن تكون لكل بداية نهاية، وها نحن وإياكم أحبتنا ضيوف أبي الفضل العباس عليه السلام وصلنا إلى آخر يوم من أسبوع الإمامة الدولي الثاني، على أمل اللقاء بكم في النسخة الثالثة من أسبوع الإمامة الدولي.